السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله فيتنا اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله نديروا مع بعض روتيني في تحضير طلبيات وكذلك في تحضير طاوله رمضانيه. روتين تاعنا اليوم روتين متنوع، فيه وصفات اقتصاديه ووصفات توالكم بزاف بزاف بزاف. وكذلك غادي نشوفوا في هذا الروتين كارثه وقعت لي. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من اول لاخر باش تعرفوا الكارثه شي اللي وقعت لي وتعرفوا طريقتي في تنظيم بين الطلبيات وبين المنزل. الروتين تاعنا اليوم روتين متنوع فيه وصفات عديده اللي تساعدكم بالبزاف. اول حاجه اللي بديتها بسم الله على بركه الله في الصباح بعد ما كنت خملت دنيتي ونقيت داري وفحفتها وكاع، بديت بسم الله بالطلبيه. الطلبيه تاعنا اليوم كانت طلبيه تاع لي تارتوليت مالحين. كانت عندي نوعين، الشكل الدائري والشكل الاوفال، وكذلك الكميه. غادي نعطيكم كامل التفاصيل في هذا الفيديو. نبدا بسم الله على بركه الله بالمقادير. شنو نحتاج في هذه الوصفه؟ عندنا 500 غرام تاع زبده تكون طريه، لازم عليكم تكون زبده طريه وتكون درجه حراره الغرفه هكا تساعدكم بالبزاف. جبت الاشواغ تاعي وبديت نخلط فيها هذه المقادير. هي من الاحسن من الاحسن انكم تخدموا في الاشواغ ولا بالباتور، بصح الاشواغ يساعدكم بزاف والخدمه تاعكم تقعد لكم نقيه. هذاك العلبه تاع زبده تاع عرطل نفسها كيلتها نصها ماء ونصها زيت، حوالي كاس تاع ماء مع كاس تاع زيت. الكاس اللي كيلت بيه هو الكاس اللي فيه 240 مليلتر. خلطت هذوك جميع المقادير في الاشواغ. علاه قلت لكم الاشواغ؟ اشواغ تساعدكم بزاف باش هذاك الماء يتخلط لكم مليح مع هذاك الزيت والزبده. واللي ما عندهاش الاشواغ تقدر تخدم بالبيتخا، بيتخا تانيك تساعدكم بزاف. ولا ما عندهاش بيتخا تقدر تخدم بالباتور، بصح الباتور غادي يغبن لكم شويه في الخدمه. انا في الاشواغ تاعي حطيتها ودرت معها ملعقه تاع ملح وخلطت جميع المقادير حتى تحصلنا على خليط متجانس. تقعدي كل مره تخلطي ومن بعد تحلي البول تاعك وتشوفي تاكدي بان المقادير تخلطوا جيدا وتكوني تحصلتي على خليط كريمي ومتجانس، هو اللي غادي يساعدكم في الخدمه. وكي تخلطوا جيدا غادي لي تارتوليت تاعكم ما يتكمشولكمش في الفرن وما يهودولكمش في الفرن. هنا بعد ما خلط جيدا هذوك المقادير وندمجو مليح مع بعض، على بها قلت لكم خلطوا بالاشواغ باسكو تنفعكم، تقعد الخيط تاعكم يقعد لكم ملموم ما يقعدش يزعط لكم باتوق شويه تغبن لكم الخدمه. هذا هو الخيط اللي تحصلناه، خليط يكون كريمي، يكون كريمي ويكون متجانس. غادي نفرغوه في القصعه اللي غادي نخدموا بها. هي من الاحسن الاخت اللي تكون عندها طلبيات واللي تخدم لي كوموند لازم عليها تنظم وقتها، خاش بالتنظيم تاع الوقت تكملي خدمتك ودنيتك توجو تقعد داك نقيه وتكملي في وقت وجيز. انا كحطت هذيك الكميه. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يخدموا طلبيات العيد ولا لي كوموند تاع العيد، ما عليكم من دروك تنظموا وقتكم وتنظموا دنيتكم باش كي تبغوا تخدموا الطلبيات يكون كلش عندكم منظم. هنا بديت الخيط تاعي نلم فيه بالطحين. بالنسبه لكميه تاع الطحين دخلت لي حوالي كيلو وميتين وخمسين غرام تاع الطحين باش نتحصلوا على هذه العجينه. نتوما في الاول ديروا هذيك الكيلو كاع كامل بعد ما تكونوا غربلتوه، ومن بعد ضيفوا هذيك 250 غرام تدريجيا. هنا بالنسبه للكميه شحال قطعت لي؟ هذه الكميه درتها معكم قطعت لي حوالي 90 حبه. هنا كيما تلاحظوا العجين تاعي راه طري وجيت لي طارتوليت تاعي باغي نخدم بهم. هنايا باش الخدمه تجيكم رقيه وتجيكم سهله وبالخف تخدموا، من الاحسن من الاحسن انكم هذاك الخليط العجين تاعكم تكوروه كامل كويرات ووزن الكره حوالي 40 غرام وتتفوه كامل في لي طارتوليت عاد كينا تبدو تخدموا باش الخدمه الاولى تجيكم رقيه وبالخف تخدموا. كيما قلت انا بعد ما كورتهم كامل ودرتهم في طارتوليت كل حبه درتها في طارتوليت بديت نشكل بهذه الطريقه. شكلت كامل الكميه، شكلت على شكل دائري وعلى شكل اوفال. هكا قلت لكم كي تنظموا وقتكم تكملوا صوالحكم بالخف. بالنسبه للاخوات اللي هم يسقسوني على حلويات العيد نقول لكم ان شاء الله قارعوني عن قريب، غنحط لكم مواصفات روعه 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 واقتصاديه
وتوالم بزاف بزاف الاخوات اللي غادي يخدموا الطلبيات. لكم بغي نحط لكم دوليابات، ما عليكم غير تخلوا لي في لي كومونتير تقولوا الوقت اللي ساعدكم والنهار اللي ساعدكم باش نحط لكم جديد حلويات العيد وحلويات اقتصاديه وسهله التحضير. هنا كما كمل بعد ما كملت كامل الكميه دخلتها في الثلاجه، ومن بعد درت الفرن تاعي سخون درجه حراره 180 وبديت نطيب بالكوانتيتي هاكا لي طارتوهات تاعي ما يخسوش الشكل تاعهم، وكذلك يجوني كامل على حبه ويجوني املاح. كما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي بعد ما طيبتهم، ولازم عليكم ما طيبوهمش بزاف وديروهم بين وبين ما طايبين بزاف ما جايين شويه خطر. هذا هما الاشكال اللي تحصلنا عليهم، صدقوني حاجه ولا اروع، عجينه اقتصاديه. هذه العجينه قطعت لي اكثر من 90 حبه. شوفوا العجينه تاعي تفتت وتدوب في اليد بل في الفم. بعد ما شكلتهم طريقة وبردولي تماما درتهم في هذه العلب، هذو العلب اللي غادي نمدهم للزبونه وبهذه الطريقه غادي تبيعيهم. انا بعد ما كملت لي طارتوهات تاوعي وريحت شويه تتقص من الراحه بعد ما كنت بكرت شويه وخدمتهم، من بعد عاد كنت دخلت الكوزينه وبديت ندير في الفطور تاعي. الفطور تاعي اللي بديت بيه هو الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي تاعنا شنو نديرو؟ نديرو محمر بالجلبان والقرنوع. كما كتلاحظوا في طاجين ولا في صبيره ولا كما تسموها نتوما، جبت كميه من الزيت مع ملعقه صغيره تاع السمن ولا زبده، ذوبتهم درت معاهم ملعقه درت معاهم بصله مقطعه قطع صغيره، وطرت على الحم وبديت نقلي فيه جيدا. بعد التوابل، التوابل اللي نحتاجو فيها ملح، فلفل اسود، وكذلك شويه سكنجبير وشويه تاع زعفران. بديت نخلط جيدا، ومن بعد درت لهم كميه من الجلبان وثاني كذلك بديت نقلي فيه، وبعد مرقت كميه من الماء. لازم عليكم التمرق ما تمرقوش بزاف، شويه شويه قسمه كما حنا قلنا يتغطينا اللحم مليح. وبعد ما مرقت قدام ما يطيب لنا قدام ما يغلينا الخليط، كنت جبت هنايا حبه تاع الكورنو بعد ما نقيتهم مليح، درت لهم كميه من الليمون، حكيتهم مليح بالليمون باش يقعدوا لي بيوض، ورميتهم في الطاجين تاعي. وبعد درته يطيب على نار قليله. هذه اول حاجه وخرتها، وكنت بنهار قبل كانت عندي الحريره. لازم عليكم هكا توجدوا صوالحكم من قبل، وكذلك كما حنا نقولوا طيبوا بلي كوانتيتي. سيتو الاخوات يكونوا باغي يخدموا طلبيه العيد، من الاحسن كي خدمتي لي طارتولات فضلي 10 حبات ولا دسيهم في المجمد. نهار تكون عندك طلبيه وتكوني بريسي وتكوني مقلقه وما عندكش الوقت، غير جبدي وعمري بالحج دخلي الطيب، وتكوني درتي طاوله الاولى ما فرطتيش في روحك، وزوجه ما عيتيش روحك، وخدمتي الطلبيه تاعك، وكذلك كما حنا نقولوا زهيتي ولادك بالوصفات. انا بعد ما دخلت درتها يطيب خليتها على جي، وروحت نخدم مع بعض المملحه. المملحه تاعنا مملحه اقتصاديه وعجينه سحريه. شدت في العجينه تاعي درت كاس تاع حليب معها كاس تاع ماء دافي يكون دافين، ملعقه تاع خميره الخبز، وملعقه صغيره تاع السكر. خلطت هذو المقادير جيدا، درت معها ربع كاس تاع زيت. بعد ما تخلطوا لي جيدا ضفت لهم الطحين اللي هو الفرينه وملعقه تاع ملح، وخلط جيدا تتحصل على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت ما تكونش تلصق في اليدين، وغطيتها وخليتها بجي تخمر. انا بعد ما خمرت لي العجينه والحشو، والحشو قلت لكم نتوما اختياري، كل وحده وش تبغي الحشو تاعها، وكل وحده ودي الحشو اللي يساعدها ويساعد وليداتها وتشوف ولادها شيك. هنايا العجينه تاعي بعد ما خمرت وضعفت الحجم تاعها، ديغازيتها وجبت كميه من الطحين رشيتها، ومن بعد بديت نورق فيها. هنا غادي ندير لي سوفلي، درت هذه عاد غادي بشكلين، شكل نصف دائري والشكل تاع القلب اللي كان داير ضجه بزاف بزاف بزاف، وهاد الطوابع اللي كانوا دايرين ضجه. هنا بعد ما حليت العجينه كما كتلاحظوا السمك تاعها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين، وبديت نطبح فيها على شكل دائري.
انا بعد ما طبحتها كامل الدوائر جبت المول تاعي كما كتلاحظوا، درت كميه من العجين وعمرته بالحشو، ومن بعد لويتها على بعض وطبعتها بهذا الطابع. صراحة أنا هذا الطابع الشكل الأوفال، عفوا الشكل القلب ما عجبنيش، نفضل أن الشكل هذاك نصف دائرة يجي شبيبر بزاف. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، نديرها في بلاك. هنايا بعد ما شكلتهم كامل بهذه الطريقة، جبت صفار بيضاء وبديت ندهن في الحبات تاعي بهذه الطريقة. في نفس الوقت دايره الفرن تاعي سخن درجة حرارة 180، ودخلتهم يطيبوا على درجة حرارة تكون قوية. كما نعرفوا المملحات اللي يكون فيهم الخميرة، من الأحسن أن الفرن الأول يكون مسخن مقبل بربع ساعة ويكون على نار قوية. ندخلوا هذوك المملحات تاعي يطيبوا، وبعد تلاقوا نشوفوا وصفات تاعنا في شكلها النهائي. ومن بعد هنايا في الشكل النهائي بعد ما كملت هذوك الوصفات وطابوا لنا كامل هذوك الوصفات، هذه هي الطاولة تاع نهار اليوم. طاولة شابة بنينة وراقية كيما كنت راح تعرفوا، وما تضحكوش عليا. هذه هي الكارثة اللي وقعت لي، لي سوفلي تاعي بعد ما كنت عجلانة ومقلقة، لي سوفلي تاعي نحرقوا لي شوية في الفرن، بصح معليش كا هكا ونعمة. وكليناهم وصورتهم مع خواتاتي باش تشوفوا هادو الكوارث كاع نطيحوا فيهم، وما كاش اللي محسومة من الخطر. بعد ما قدرت الطاجين تاعي بهذا الشكل مع كمية من الجلبان، ودرت شوية معقودة، وصحت الشربت المشهور اللي عندي، وكذلك درت هذه المعسلة من أروع ما يكون، وتحلية رائعة رائعة بالبنينة وبنينة بالبزاف. الأخوات لكم بغي تعرفوا التحلية وتعرفوا المعسلة، ما خلي عليكم غير تخلوا لي رايكم في الكومنتر، بإذن الله نحطها لكم في فيديو مفصل باش تحصلوا على أروع محنشة ولي سيجار بذوق مميز ورائع. ما عليكم غير تخلوا لي رايكم في الكومنتر. وهذه هي طاولة تاعها اليوم، طاولة بنينة اقتصادية وشابة وبرخف هكا. نظمت وقتي، درت لي كومون تاعي، وكذلك زهيت ولادي بطاولة من أروع ما يكون. أتمنى إن شاء الله كنت خفيفة ظريفة عليكم، أتمنى إن شاء الله فيديو تاعنا يكون عجبكم. دونك ما عليا نقولكم إلى الملتقى، إلى فيديو آخر إن شاء الله.